اسمحوا لي أن نبدأ بكلمة الأستاذ صالحين المهدي ممثلا للنقابة العامة فليتفضل. حاضر يا عم أحمد. أقول لك إحنا جايين ليه؟ إحنا جايين في حوار مباشر ووجها لوجه مع السادة أعضاء النقابة العامة للمحامين والسادة أعضاء مجلس نقابة محامين 6 أكتوبر على أساس إن المفروض إن العضو ما يبقاش بعيد عن جمعيته العمومية. تمام؟ أنتوا في أوقات كتير قلتوا إن النقابة العامة بعيدة عن الجمعية العمومية. وفين؟ إحنا ما بنوصلش لأعضاء النقابة العامة، إحنا ما بنوصلش للنقيب العام، إحنا ما بنوصلش لحد يسمعنا. كانت الفكرة لا إحنا هنعمل ملتقى وسميناه ملتقى حوار ما بين الجمعية العمومية ولمحامين 6 أكتوبر وما بين السيد النقيب وأعضاء النقابة العامة. فأنا بعتذر عن عدم حضور السيد النقيب العام لظرف خاص حصل النهاردة. يعني الراجل لغاية النهاردة الظهر كان جاي ولكن حصل ظرف خاص اعتذر وبيقدم اعتذاره لجميع الحضور. ده حاجة. الحاجة التانية شرفنا بالحضور اليوم الأستاذ خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة العامة، الأستاذ يحيى التوني، الأستاذ ماجد حنة، الأستاذ كمال مهنة، الأستاذ صفوت كمال، الأستاذ أحمد عبد النعيم وهو نقيب بورسعيد. تمام؟ الناس دي جاية عشان تسمعكم، مش جايين إحنا مش جايين نخطب في بعض. الناس دي جاية تسمعكم وتشوفكم انتوا ايه توجهاتكم وايه انتوا عايزين ايه من النقابه العامه. النقابه العامه معموله ومجلس النقابه معمول لخدمه المحامين. احنا جايين، انتوا انتخبتونا عشان نخدمكم، مش انتخبتونا عشان احنا نكون في مكان وانتوا في مكان تاني. يا جماعه انا من يوم قرار تصعيدي وانا موجود في نقابه 6 اكتوبر يوميا موجود مع الاعضاء والاعضاء يشهدوا بذلك وبشوف طلبات الساده الزملاء. فاحنا مش بعاد، لا احنا عملنا اللقاء ده لقاء حواري، لقاء يا ريت يكون ايجابي، لقاء يخرج بتوصيات لصالح المحامين، محامين جمهوريه مصر العربيه كلهم مش محامين 6 اكتوبر بس. انا دخلت في الموضوع على طول عشان سؤال الجماعه بتوع العياط اللي بيقول احنا جايين ليه، او الجماعه بتوع المدرسين الجماعه بتوع المدرسين بيقول احنا جايين ليه، احنا جايين ليه، احنا جايين عشان نتحاور ونتكلم. وأرجوكم كل اللي عنده حاجة واللي عنده سؤال واللي عنده نصيحة لينا ياريت ما يبخلش بيها علينا. وأنا مش هطيل على سيادتكم علشان إحنا يعني أنا مش جاي أخطب في حضراتكم، كلكم مفوهين وكلكم خطباء بسم الله ما شاء الله عليكم. فأنا شرفت بلقائكم وإن شاء الله بإذن الله يكون لقاء مثمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.